السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كديري لاباس؟ اليوم باذن الله غادي نديروا واحد الحلوه بصراحه كيحماقوا عليها الكبار والصغار، لذيذه انا من المحبين ديالها. الحلوه ديال الكاوكاو والزنجلان اللي كتجي على شكل هلال. راكم كل شي بصراحه انا واقيلا كل شي كيحماق عليها. حلوه قديمه وراقيه وزوينه، دعوا على بركه الله. عندي هنايا نص ربع ديال الزبده، بيضة، كاس معمرش ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكاوكاو محمر ومقشر ومطحون، وكاس ديال الزنجلان حتى هو محمر ومطحون. مهم غادي نديرو كل شي في الهاشوار. غادي نخدمو الزبدة ديالنا على شكل تتولي لنا بودر، صراحة كتجي رائعة، كتجي لذيذة بزاف، كنتمنكم تجربوها. غادي ندير في الهاشوار ديالنا، غندير هنايا نص ربع ديال الزبده، اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. غادي نخدموها مزيان حتى تولي على شكل بودر، حيت كما كتعرفوا اي حلوه كتكون فيها الزبده خصنا نخدموها مزيان. اللي ما عندهاش الهاشوار تخدم الكتيفات ديالها، تبقى تضربها تضربها مع السنيده حتى تطلع تولي على شكل كريم. هانتوما غادي تشوفوا. بالنسبه لهاد الهاشوار بصراحه كيسهل علينا المأمورية، عملي بزاف. غادي نخدم دابا السكر مع الزبده، ومن بعد غادي نضيف الزيت وغادي نضيف البيضه. المهم غادي نبقى نخدمها حتى تولي ليا كريميه. دابا مع بارد الحال هانتوما شفتوا، غادي نضيف الزيت وغادي نخدمها. اللي ما عندهاش البنات هاد الهاشوار تعطيها الخاطر، كما كتعرفوا الحال بارد دابا كتبغي تاخذ منا شويه ديال الوقت. صافي دابا غادي نضربها المره الثانيه، ومن بعد غادي نضيف البيضه ونخلط مزيان بالهاشوار. هانتوما شفتوا كي تتولي. غادي نضيف البيضه ديالي وغادي نخلط. دابا صافي الزبده ديالنا دابت، السنيده راه ما بقاتش، والزبده ولات على شكل كريم. بصراحه هاد الحلوه في اخر لحظه تحضريها كتجي لذيذه وزوينه، وكيبغيوها الكبار والصغار كتجي رائعه. صافي دابا غادي ندير، وسهله في نفس الوقت، يمكن لك في اي لحظه تحضريها. صافي دابا غادي نضيف البيضه وغنضرب غير ضربه خفيفه، حيت صافي الزبده ديالنا وسنيده راهم دابوا. هانتوما كما كتشوفوا، شوفوا كي تجي. غادي نحط كلشي في الصحن ديالنا، وغادي نضيفو الكاوكاو والزنجلان حتى هو، ونضيفو الدقيق 250 غرام ديال الدقيق، ولكن هنايا خديت ليا كتر الدقيق كيشرب. هانتوما شوفوا كي تتجي، بصراحه كتسهل علينا باش غادي نبقاو نضربو بالكف، نضربو حتى تذوب لينا الزبده. هادي كتسهل لينا بصراحه بزاف ديال الحوايج. نضيفو قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، نضيف الزنجلان وغادي نضيف الكاوكاو، وغنبقى نضيف الدقيق والخماره. نتوما غادي تشوفوا، غادي نقفض وغادي نبدا نضيف الدقيق. وانا كنخلط خاص دوك الحبيبات تاع الزبده ما يبقاوش يبانوا لينا. هي راه دابا هاد هي دابا مع الحال بارد، ملي بديت كنجمع فيه بحال هكا بدات الزبده كتحبب، حيت الحال بارد عندنا دابا ماشي بحال الحال سخون كتذوب. صافي غادي نبقى نضيف الدقيق، نضيف الدقيق حتى تجمع لي العجينه ديالي. غادي نشوفها تحت ايديا، راه صافي كنحس بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الحلويات راه كتبقى تضيف الدقيق الدقيق حتى كتحسي بالعجينه ديالك راه تجمعات. بالنسبه لكم البنات المبتدئات، بالنسبه كما قلت لكم الحلويات راه كيعرفوا، بالنسبه للمبتدئات ديما كتخصك تحترمي الدقيق، ولكن بعض المرات راه كما قلت لكم الدقيق ما كيجمعهاش، بعض المرات الدقيق كيكون كيشرب. كتبقاي بالنسبه لك اختي كتبقاي تجمعي 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 وكتحكمي فيها بايدك، فاش كتلقايها صافي تجمعات صافي راه ما بقاش
خاصه تضيفي الدقيق، حيت الا بقيتي كتضيفي الدقيق تضيفي الدقيق راه غادي تقصح لك وغتبقاي تاني تفكري تزيدي في السوائل. لا، كتبقاي تضيفي الدقيق وكتكوريها بين يديك، صافي ان فوا كتلقاي صافي الكويره راه تكورات، صافي راه ما بقاش خاصك تضيفي الدقيق. هانتوما شفتوا رشات ليا من الدقيق، كنبقى نديرها بحال هكا على شكل حربول. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي تجي. المهم غادي نبقى ندير لها بحال هكا على شكل حربول حتى نكمل، وغادي نتنيها على شكل كعبه، غادي نشكلها على شكل هلال. انا غادي نخدم معكم وحده، وباش تسهلي عليك العمل غتبقي ديري الحرابيل بحال هكا حتى تكملي الكميه، وفي لاطانيت ديري هانتوما كيما وريتكم بحال هكا كتلويها، وكتبقاي تكاديها من الوسط حتى تعطيك على شكل هلال صافي، وكتحطيها في الطاوه. هانتوما شوفوا كي تجي صافي، وكنحطوها في الطاوه ونشعلوا ليها الفران ونخليوها طيب على درجه 180 حتى كتحمر لينا. هانتوما شفتوا كي تجي صافي. دابا غادي نحطوها ملي غادي طيب لينا او الشكل ديالها كي تيجي. غادي نبداو دابا التزيين، غادي نستعملو السكر الثقيل، غادي نغربلو حيت كما كتعرفوا السكر الثقيل كيبقاو فيه دوك الحبيبات. غادي نغربلو، بصراحه خرجت ليا كميه مزيانه بالنسبه لنص ربع ديال الدقيق، نص عفوا نص ربع ديال الزبده. صافي دابا غادي نقرصها، غادي نغربل السكر الثقيل ديالنا، غادي نغربلو بحال هكا. نتوما غتشوفوا الحبيبات كيبقاو، ضروري ما تغربلوه ضروري باش ما يبقاوش دوك الحبيبات. هانتوما كتشوفوا صافي، وغادي نحطها هي راه يلا خرجت من الفرن راه مازالت ساخنه. ماشي ساخنه بزاف، غير دافيه صافي. كنبقى ندير بحال هكا السكر الثقيل وكنحطوها في الطبق ديالنا. ما نقولش لكم ريحه الكاوكاو وريحه الزنجلان، يا سلام كتجي ريحتها رائعه. وها هي من بعد ما كملات وكتجي رطبه وكتجي هشيشه. ها هي من بعد ما كملتها من بعد ما فنتها في السكر الثقيل الشكل ديالها كي تيجي، كتجي لذيذه. كنتمنىكم تجربوها، كنتمنىكم تابوناو معنا في القناه، ومع السلامه.